السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حاجه جديده، اول مره نعملها في القناه، وهتكون بسيطه وسهله. هي ورقه السجق. المقادير بتاعتنا: فلفل الوان احمر واصفر واخضر، وسمر الطماطمايه، وحبتين بطاطس، وبصله، ونص كيلو سجق. البهارات بتاعتنا: معلقه ملح، جوز الطيب، حبهان، فلفل اسود، معلقة ثوم. يلا بينا نشوف الطريقة. أول حاجة هجيب طاسة كده من غير أي دهون، أي حاجة هحطها فيها، هحط السجق وهشوحه. خلاص، بعد ما اخد التسويحه بتاعتي كده هطلعه واحطه في طبق تاني. ادي السجق بعد ما شوحته، وفي نفس الطاسه اللي انا كنت بعمل فيها السجق هحط البصل. هشوح الخضار مكان السجق، هحط كمان معاه البطاطس. هشوح البطاطس والبصل واحط عليه بقيه الخضار. هحط الفلفل الالوان. هحط الطماطم. وهحط التوابل والثوم. وهقلبه كله على بعضه. الخضار بتاعي هو جاهز، هحط عليه السجق تاني وهقلبه مع بعضه. هجيب صينية وهحط فيها ورق فويل ورق زبدة، وهحط فيها الخليط اللي انا عملته. هلفه لفة محكمة وهدخله الفرن. لفيت ورق الزبدة، بعدين هلف ورق الفويل. كده بقى جاهز معايا، وهدخله الفرن على الرف اللي في النص. ورقة السجق اهي خلصت، خلاص هفتحها. ده الشكل النهائي. هزينها بشوية بقدونس على الوش كده. طبق جميل وسريع، وممكن تقدميه في عزومة او في عشاء. لو انت اول مرة تشوفي القناة، فعلي الجرس واشتركي فيها عشان يوصلك كل جديد. يا رب يعجبك.